معي مفرق. لكون معك وما بدك تعطيني. معي وما بدي اعطيك. شو بدك تساوي؟ قتلتني يا جماعة. امزحوا معي بكل شيء الا كفري. بيبو سبب الهوجة. أنا عايز شاي. الشاي الشاي بتقولي هاتيلي شاي. أي شاي يبقى إيه؟ الطاحونة ده آخر تمام، مش أي كلام. الطاحونة الطاحونة إيه يعني عالشاي؟ شوف إزاي الشاي خلى المزاجي عالي. الطاحونة ده أطعم شاي. الطاحونة إيه يعني عالشاي؟ الطاحونة. تمتع بالنكهة السيلانية الأصلية مع شاي الطاحونة. مركز التوزيع الرئيس بغداد جميلة، مكتب السدرة. يعلن فندق فلسطين الدولي لزبائنه الدائمين الكرام عن إعادة منح الهويات الخاصة بالتخفيض الخاص للإقامة في الفندق. نرجو من زبائننا الدائمين مراجعة الفندق للحصول على الهويات الخاصة بالتخفيض. المدير المفوض. إعلان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء اللجنة الصناعية، تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة العمل والضمان الاجتماعي وبالتعاون مع جهات القطاع الصناعي ووزارة التربية عن إقامة دورات تدريبية مسائية وصباحية تتراوح مددها بين 4 إلى 6 أشهر وفي محافظات بغداد، البصرة، نينوى والأقضية والنواحي التابعة لها. يقبل فيها من لم يستطيع اجتياز المراحل الدراسية لإكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات وفقا لما يلي. أولا شروط القبول: أليف عراقي الجنسية، ب العمر يتراوح بين 15 إلى 45 سنة، جيم موقفه سليم من الخدمة العسكرية، دال يقرأ ويكتب. ثانيا تقديم الطلبات. يتم تقديم الطلبات للفترة من 35 من كانون الثاني 2002 وكما يلي: أليف في محافظة بغداد. يتم تقديم الطلبات إلى دائرة العمل والضمان الاجتماعي قسم شؤون التدريب المهني، ب في محافظتي البصرة ونينوى. يتم تقديم الطلبات إلى أقسام العمل والضمان الاجتماعي في تلك المحافظات، جيم في الأقضية والنواحي والقصبات التابعة للمحافظات المذكورة آنفا. يتم تقديم الطلبات إلى المنظمات الحزبية. ثالثا الامتيازات. أليف يمنح المتدرب شهادة تدريبية تمنحه حقوق وامتيازات ممارسة المهنة، ب يمنح المتدرب حوافز شهرية 3000 دينار، جيم يجوز منح المتدرب قرضا ماليا من قبل الدولة بعد تخرجه وقيامه بفتح ورشة خاصة، دال للمتدرب الأفضلية بالتعيين في دوائر الدولة ومختلف القطاعات، ها يتم توزيع خريجي هذه الدورات عند التحاقهم بالخدمة العسكرية عن طريق مديرية التأهيل العلمي في وزارة الدفاع. رابعا الاختصاصات التدريبية ومواقعها. يتم التدريب على مختلف الاختصاصات المتاحة في المواقع التدريبية والمعامل والمصانع التابعة للقطاع الصناعي ووزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية. للمزيد من المعلومات الاستفسار من أماكن تقديم الطلبات مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي.